يعني هو تقريبا المشفى الوحيد بالشمال السوري اللي بيحوي كافة الاختصاصات الداخلية مثل صدري، قلبي، هضمي، كلي. يعني ونحن هون كمان عم نعاني من مشكلة الحالات اللي بدها تحويلها على تركيا، مثل مثلا دوالي قاع المعدي، مثل السرطانات، مثل التهاب الكبد بالمراحل الأخيرة اللي بيحتاج زرع كبد. يعني احنا كمان هون عندنا مشكلة انه سكروا المعبر، مسكر مع مشان الكورونا. يعني احنا عندنا في يعني حالات، في حالي التهاب كبد وبائي صار له شيء شهر. المريض حاول اكثر مره يدخل بالمعبر وما سمحوا له، وهلا وضعه صار سيء كثير حتى ما بيحسن يحكي. نحن بنطلب من مثلا مديرية الصحة أو المعنيين بالأمر إنه يتواصلوا مع مديرية الصحة التركية مشان يدخلوا الحالات الباردة. يعني مثل مثلا دوال الهضمية، مثل دوال قاع المعدي، التهاب الكبد المراحل الأخيرة، الشبكات القلبية، الخسارة القلبية والشبكات، في تنظير الهضمي الاي ار سي بي. هذا في حال انه المرضى ما حصلت الفول، شو عم بصير بحالته الصحيه ومعاناتها؟ يعني المريض عم بيزداد حالته سوء، وهون الامكانيات محدوده. يعني اغلب مثلا الشبكات ما متوفره هون. الحمد لله رب العالمين. نتامل من الله خير ان شاء الله. معك طبعا والدي معه تشمع في الكبد، واعطوه احالة على تركيا من فترة سنين، وقام بهالفترة انكسر. بسبب الكسر ما يحسن يدخل، بده معه مرافق. يعني بدي هو مرض التهاب الكبد والتشمع والكسر، ما يحسن يضيع حاجته، ما يحسن يعني ياكل، بدي يشرب، بدي يكون معه واحد مرافق. وقام لغينا له شو نروح على تركيا. بعد فترة تأزم الوالد، طبعا جبناه على المشفى لهوني من فترة 10 أيام، وعلقوا له طول الأدوية اللازمة والدواء اللازم، قام تحسن عليه، أخذناه على البيت، قام رجع مريض. جبناه لهوني والله، والمشفى الحمد لله يعني ما عم بيقصروا، والاطباء ما عم بيقصروا، بس هو كان علاجه افضل بتركيا. وهلا ما نحسن ندخل تركيا بسبب الفيروس الموجود بتركيا، والمشفى ما قصر معنا، يعني وامكانياته ضعيفه بسبب هالحرب. بتعرف الخلل، بتعرف الوضع عندنا بسوريا. طبعا مثل والدي وغيره، يعني علاجه هو بتركيا، ونحن هون يعني بجوز ما في المواد الكافية أو العلاج الكافي بسبب هالوضع الحرب. إيه هنيك العلاج التام كان هنيك، بس بسبب هالفيروس ما حسنا ندخل على تركيا. نحن في مركز الأورام في مشفى إدلب المركزي. زاد عدد المراجعين لدينا في هذه الفترة بسبب إغلاق المعابر. نحن بحاجة، في مرضى لديهم الأولوية بحاجة للعلاج في الخارج، هم مرضى سرطان الدم،
وهم بحاجة إلى مركز متخصص في العلاج، بحاجة إلى إجراءات مكثفة، وهم بحاجة إلى علاج شعاعي مكثف وغرف عزل. وفي لدينا مرضى نقائل الدماغية بحاجة إلى علاج شعاعي وهو غير متوفر لدينا. سبب انتشار جائحة كورونا، تم إغلاق المعابر كاملة على الشمال السوري المحرر، وفي مرضى لديهم العلاج في تركيا منعوا من الدخول مرة ثانية إلى تركيا بسبب هذه الظروف، وهم الآن بحاجة إلى العودة إلى تركيا للعلاج لأن المركز غير قادر على علاجهم، لأنه بحاجة مرضى لعزل تام، بحاجة إلى مراكز متخصصة، وحاجة إلى مشتقات الدم وهي غير متوفرة لدينا. أنا صابني مرض سرطان بالدم من فترة 3 أشهر، وعم حاول أدخل على تركيا، عم لاقي صعوبات بسبب مرض كورونا، وأنا الدكتور الطبيب قال لي لازم أدخل على تركيا مشان أتلقى العلاج، ما عم بصير، عم لاقي صعوبات، وهلق أنا بأحد المشفيات بإدلب عم أتلقى العلاج الكيماوي.